بركه 32 سنه اورتوفونيست قاطينه حاليا بتمارا كندير دابا اكطوالمون دي زيتود في لا بسيكولوجي سعد واش 34 سنه مهندس معلوميات زوج حسناء في بركه الحب ديالي للسفر كان في البدايه منين كنا كنسافروا سفر فردي مثلا مع العائله من بعد انتقل فاش مع الدراسه بدينا كنسافروا مع الاصدقاء مع النوادي سفر مغربيه بدينا كنكتشفوا واحد الوقيته تنقولوا شفنا لا بلو زعما بزاف ديال المدن في المغرب علاش لا ما نشوفوش اوروبا من شحال هادي وانا كنسافر في المغرب تقريبا اول سفر ديالي خارج المغرب كان في 2010 من تما بحال تقول شدت النجبه تبان كيعجبني نسافر بزاف سيرتو في برا المغرب كنحاول ما امكن نسافر في اوروبا بزاف الفكره انني نبداو نسافروا كعائله اصلا الزوج ديالي تلاقيتو في سفر تطوعي يعني كارافان ميديكال تلاقينا في سفر القاسم المشترك بيناتنا كان هو السفر يعني فكرنا هاد ليدي علاش حنايا انا وياه كنحبوا السفر حتى ولادنا نقلوا لهم هاد الحب وهاد الشغف للسفر من الصغر ونحيدوا ديك الفكره النمطيه على السفر ديالكم كوا راه الاطفال راه مزعجين راه ما غيستافد والو حنا بغينا نبدلوا هاد ليدي الناس وهذا هو الهدف ديالنا ونبدلوا العائله واللي كيعرفونا والاصدقاء بطرق اللي هي عمليه ان حتى الاطفال تاعهم يمكن لهم يسافروا ويستافدوا ويتعلموا اكثر كان ملي تقريبا هو صغير سافرنا به المغرب مزيان مشينا به على ارتفاع طلعت معاه واقيلا 2500 متر فاش كان عنده 4 شهور مشى للبحر فاش كان عنده زعما 3 شهور دينا البحر يعوم كنحاولوا ما امكن اي حاجه نوريوها ليه يكتشفها زعما يشوفها وبجميع الحواس ديالو ماشي غير تقول لي راه كاين شي حاجات انت حاليا تقريبا نقدر نقول لك ركب في اغلبيه زعما وسائل المواصلات اللي كاينين في العالم كيعرف المترو كيعرف يونيكولر كيعرف ترام كيعرف بعض المرات كنخيرو كنحاولوا نخشيو معنا في السفر جاد حنا مسافرين غنمشيو لهاد البلاصه واش بغيتي تمشي بالترام ولا بالمترو كيبدا يشوف وتقول لا نمشيو بالطوبيس ولا نمشيو بالمترو المترو اللي كيمشي في النفق كنحاولوا ما امكن ولدنا نخشيو معنا في السفر باش يطلع من صغره حتى هو عنده هاد الهوايه وعاجبه هاد الهوايه بزاف بالنسبه للبلدان اللي زرناها هاد الساعه هي خديناها كلعبه او لتحدي يعني انا وسعد وجاد دايرين لعبه تحدي شكون اكثر واحد فينا زار اكبر عدد من الدول هو سعد زوج ديالي هو كان هو اول واحد يعني سابقنا تقريبا بشي 39 دوله انا من موراه ب 29 دوله جاد ومني بدا كيسافر معنا 20 دوله يعني الهدف ديالنا هو اننا نبداو باوروبا هي الاولى نزورو كاع القارات يعني البدايه دابا الهدف هو اوروبا انا احنا كعائله تقريبا واحد 25 دوله اللي زرنا مي الهدف دابا بدين بالقاره الاوروبيه قربنا نساليوها باش ندوزو لقارات اخرى ان شاء الله كاين ليشنشتاين اللي واحد بيتي باتلان صغير في جامع بين المانيا والاوتريش والايطالي وسويسرا صغير كالم في مناظر خلابه للغايه وما تكرهش غير تبقى تحل الباب ديال الشرم ديال البيت كتطلع على ديك المنظر تبقى غير تما كاين سينكو تيري اللي هي واحد 5 فيلاج على البحر جار البحر الابيض المتوسط جاو في ايطالي هادو عاوتاني تا هما فيهم مناظر يا سلام شحال مره كنا مشينا ليهم الصباح بكري في العشيه كنحاولوا انا كندير شويه ديال الفوتوغرافي كيفاش كنحاول نشد مثلا نصور لوفي دو سولاي تما ولا كوشي دو سولاي ولا شي بلاصه شي منظر كاين فينيز ما كنسخاش بها انا شخصيا مشيت تقريبا شي 7 مرات
اللي ممتع في السفر هو ديك اننا كنجمعوا اكبر عدد ديال الذكريات بيناتنا، يعني عندنا واحد الارشيف كعائله كنجمعوه، يعني هذه المتعه الاولى اللي لقيناها اننا بيناتنا واحد الارشيف كبير ديال الذكريات العائليه وحنا مسافرين، كنوثقوها بصور كنوثقوها بفيديوهات. ثاني حاجه ديك المتعه لا توصف فاش كتشوف ولدك كيشوف الحاجه بواحد الدهشه طفوليه، كيشوفها لاول مره وكيتعلمها، وانت كتشوف حتى انت بوتيت فاش كنا حنا صغار ما تسناتش لينا الفرصه اننا نعقلوا على راسنا، ولكن كتشوفوا فاش كيتعلم واحد الحاجه اول مره شافها كيفاش شافها. ثانيا داك الربط بين مثلا الذاكره ديالو كيشوف شي حاجه في بلاد اخرى كيقول لك اه ماما راه بحال هادي شفناها في مثلا، نعطي مثال كنا في البرتغال شاف داك الترند السياحي شافوا في هذا قال لي اه بحال ماما ركبنا فيه في البيازين، يعني انا تفاجات كيفاش عقل الوغ كو هو بيبي ديال عامين، زعما عقل على البيازين عقل على غرناطه، يعني دي ديتاي اللي كتقول راه ما يقدرش. هادو هما المتع اللي كنلقاوها اكثر، يعني داك لو فيت انك تشوف ولدك كيتعلم في قدام عينيك زائد الذكريات اللي كنجمعوا مع بعضياتنا. فينيس سي سان ستيل ابار، واحد المدينه اللي معليش مثيل كتدخل ليها ما كاين لا بيكالا لا طوموبيل لا كاميو لا طرام حتى شي حاجه، كاين الباطوات والماء، البوليس عنده جيتسكي بس عنده موتور كتلقى بوليس غادي في جيتسكي، الطاكسي هو ديال الماء باطو، الزبل حشاك كيمشي في باطو ديال الماء، شي حوايج اللي ما تلقاهمش نابورتو، كتمشي ستيل ابار زعما. وكنحاولوا غالبا نمشيو لها في الفتره ديال الكرنفال فينيسيا تيكون في شهر جوج، عيد ميلاد جاد الاول دينا تما تما يشوف لي ماسك ولي بالماسك. ذكريات اخرى مثلا كنا في هذه شي شويه كتضحك كنا في غاديين في السفر ديالنا اللي درنا الصيف اللي فات كان المونديال ديال روسيا، قلنا نمش نعيشوا اللحظه ونمشيو نجربوا اول مره سفر بري اوروبا عوض الطائره الطائره الطائره. مشينا وقفنا في واحد المدينه في النواحي ديال هانوفر في المانيا، سعد مع الطريق كنا شادين الطريق، جا النعاس وصلنا للبلاصه اللي خصنا نوقفوا فيها، مشى لينا الريزو مشى لينا كنا في الجبل ما لقيناش ديك الساعه الليل وما عندناش فين نسكنوا، جات بدا كيجي النعاس مازال ما لقيناش فندق فين نحجزوا، يعني دزنا واحد ستريس كبير وبقى حتى بقينا كنقلبوا. مشينا لواحد الاوتيل هما الحمد لله كانوا دايرين الويفي في الباب ديال ديك الوقيته، تقريبا كانت السبعات اللي ظلام الحال والناس في المانيا تما كلشي كينعس، يعني بقى فينا ستريس. فينالمون لقينا واحد المنزل، خرجت لنا واحد السيده الحمد لله تعتق الموقف الحمد لله، زعما فينالمون قدرنا نعسوا ديك الليله. زعما دوم المواقف اللي انك تعيش ستريس انك مع الاسره ديالك وفي منطقه جبليه وما لاقيش فين تسكن فين تدوز ديك الليله فين ترتاح بعد واحد الطريق طويله، دونك هذه يعني كانت فريمون سانوزا ماركي. فاش كتطلع من المغرب الفوق كيبدا يبان لك ديك الشيء احسن من المغرب، كتقول ليه حنا خصنا نتقدموا خصنا نديروا خصنا نوصلوا لهاد الناس. فاش كتهبط لتحت كتقول اش داني نخرج نبقى المغرب احسن فيه وفيه وفيه، هادشي ما كاينش هنا. كيف هذيك شي رولاتيف، زعما مثلا مشيت لداكار مشيت لكافير كتشوف شي حوايج كتقول المغرب حنا متقدمين بزاف تبارك الله علينا، راه عندنا بزاف الحوايج، كاين بزاف الحوايج ما كتلقاهمش، نظام نقاوه بزاف ديال الحوايج كتلقاهم بدلين. كتطلع الفوق كيبان لك العكس، كتقول حنا راه متاخرين، راه خصنا مثلا شويه النظام خصنا شويه ديال الوعي، كاين شي حوايج مثلا الناس كيديروهم دون مانيير انستانكتيف، كيمشي كيرمي الزبل في طارو الزبل باساج بيتون دوز باساج بيتون تسنى، كاين شي حوايج سامبل ما كيبانوكش نتايا مي اوتوماتيكمون انت فاش كتدخل تما كتولي داخل في ديك لونغروناج ديال خاصك تلتزم بديك القانون. الوغ كيسيون نظام زعما ماشي كيسيون نظام ووعي، وكانت غير ديك شي هنا راه ما كاينش شي فرق كبير. دونك من بين الاشياء اللي شفتها وثارتني انا كمغربيه، يعني اللي عايشه في مثلا في اجواء شعبيه، وهذا كان واحد السوق في كرواتيا في زغرب. هذاك السوق يعني كان من كثرة النظافة ديالو والنظام ديالو والروائح العطيرة، كان داك الخضر بيو، يعني كانت سوق شعبي زعما ماشي سوق ديال شي ناس اللي هما هاي كلاس ولا هذا، سوق شعبي يعني فتني الطريقة باش منظم بلاصة الخضر بوحدها بلاصة الفواكه بوحدها، لدرجة أنك كتشم كل ريحة كل
خضر ولا ريحه كل فاكهه كتشمها بالرائحه الاصيله ديالها. واحد بلاصه دايرينها الاعشاب العطريه والنظام والنظافه، بلاصه الحوت دايرينها. يعني هذه من الاشياء اللي انا كمغربي ما كنشوفش بحال هاد الاسواق، جاتني غريبه. الاشياء اللي غريبه بزاف هي من سفرنا للبرتغال في واحد المدينه دايرين معبد مبنينو بالعظام البشريه، يعني كله مبني بالعظام البشريه في واحد المدينه في ايفورا. هذيك المدينه يعني فاش جبنا كنقراو ونقلبوا شنو هذا، قلنا غادي نمشيو ليها، وفعلا اكتشفنا ان هذوك داك المبنى قلنا كما غير هياكل زعما مصنوعه من البلاستيك، لا صدقوا عظام بشريه مخوذين من المقابر ديال ايفورا، وبانيها واحد الراهب باش بالعظام كلها مبنيه، وكتشوف كتشوف الموت داخل واحد المكان كله. يعني هذيك من الاشياء اللي زعما خلاتنا نشوفوا من الغرائب ديال زعما السفر اللي ما كناش نتوقعوا اننا نلقاوها زعما في السفر ديالنا. كاينه كيف ما قلت لينشتاين، كاينه صوفيا في بلغاريا، دونك حتى هي فيها اماكن زوينه وحدائق زوينه بزاف. كاينه سينكو تيري في ايطاليا وفيها واحد المزيج من الالوان والبحر. الاشياء الغريبه اللي اكتشفناها في السفر ديالنا واللي كنا غادي نشوفوها. بالنسبه للتقاليد كاين واحد المهرجان سميتو كرامبوس نخت. هاد كرامبوس نخت كاين في مدينه كلاغنفورت في النمسا، كيشبه تقريبا البوجلود ديالنا اللي كاين في منطقه سوس، مهرجان بوجلود اللي كاين، غير هو بطريقه غريبه شويه. انهم كيكون كل اخر كل سبت في شهر نوفمبر، هما كي بحال كيطردوا به البرد او كيخلعوا به البرد، كيكونوا لابسين نيت الصوف ديال الماعز مي بواحد الاوجه اللي هي مخيفه بزاف. السفر سافرت بوحدي وسافرت مع العائله. مع العائله كتعلم الايثار. فاش كتكون بوحدك كاين شي حوايج كتبغي ديرهم انت بوحدك، دير هادي دير هادي دير هادي. فاش كتكون مع العائله كتحاول تكثر في ان جروب، وخصك كلشي يشوف داك الشيء مزيان، ماشي غير انت بوحدك اللي تستافد، كتولي عائلتك كامله خصها تشوف داك الشيء. يعني مرات خصها تشوف، ولد خصو يشوف، انت خصك تشوف. كتحاول بعض المرات الا مشيتي شي بلاصه قبل منهم كتمشي دير لهم ان سيركوي سبيسيال، كتقول لهم اجي ديكم واحد البلاصه مزيانه راه شفتها، كاين هادي وكاين هادي وكاين هادي وكاين هادي، كتولي انت جيد توريستيك في العائله. كاين بعض المرات تكونوا كاملين بينا جداد علينا شي بلاصه جديده، كنحاولوا نكتشفوا شنو هنا شنو هنا. تعلمنا اننا نسافروا لايت، يعني ما كنديوش معنا بزاف الحوايج، لا كيستيون شوبين حتى هو كنحاولوا حتى الحوايج ما كديوش بزاف ديال التبديلات. انا بعدا شخصيا كندي تبديله واحده للبس وواحده اخرى، وتندير في حسابي الا تقطعات ولا وقعت شي حاجه ولا هذا غنشري واحده اخرى من تما وصافي. يعني داكشي اللي غندي حوايج زايدين ونبقى نقلب، كندي هذا هزو في كتافي بحوايجو بكلشي، كاميرا محطوطه هنا، التليفون باش كنصور الا كنت كنصور صافي. ومراتي الله يجازيها بخير كتهزنا حوايجنا. اهم حاجه تعلمنا في السفر ديالنا هو تكون عملي اكثر ما يمكن، يعني العمليه والانضباط، وتحاول تسافر باقل اقل اقل الامتعه في السفر. يعني ما تدي معاك غير الضروريات اللي غادي تحتاجها. يعني هذه اكثر حاجه تعلمناها، لان فاش كتكون متقل كيولي الوقت كيمشي لك، الوقت كتمشي لك شحال من حاجه. فاش كتولي عملي كتختصر الوقت، حتى من الشوبينغ او التسوق ما بقيناش كنهتموا اننا كناخذوا فقط دوك التذكارات ديال المنطقه. يعني ما كنمشيش تاخذ مثلا تكيل هذا، لان كتسافر ولينا كنسافروا تقريبا بساكادو، ساكادو جد، وانا هذا ساكادو في داري فيه مواد اللي متعلقه بالنظافه والتغيير فقط لا غير. يعني ما بقيناش كنكثروا علينا من الاشياء اللي ما غنحتاجوهاش.